بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، سائلة تقول: هل يجب علي أن أستأذن زوجي في صيامي أو قضاء ما علي من رمضان؟ نقول بالله التوفيق، اتفق الفقهاء على أن الزوجة يجب عليها أن تستأذن زوجها في صيام النفل إذا أرادت أن تتطوع وتصوم لله تبارك وتعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، أي حاضر معها، إلا بإذنه. وكذلك اتفقوا على أن الزوجة لا يجب عليها أن تستأذن زوجها في صيام الواجب الحاضر كشهر رمضان. واختلفوا: هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في قضاء أو صيام قضاء ما عليها من رمضان؟ وهذا القضاء يسمى في الفقه القضاء الموسع. معنى موسع أنه يجوز للمرأة أن تصومه في أي يوم من هذه الأيام بعد شهر رمضان، فاسمه قضاء موسع. ذهب المالكية إلى أنه لا يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في قضاء صيام قضاء ما عليها من رمضان، لأنه واجب كشهر رمضان. وذهب الشافعية إلى أن الزوجة يجب عليها أن تستأذن زوجها في صيام ما عليها من رمضان، لأنه واجب موسع، ممكن أن تصومه في أي يوم من الأيام. قال الإمام ابن حجر الهيثمي: ويحرم على المرأة أن تصوم نفلا أو واسعا أو قضاء موسعا إلا بإذن زوجها أو علم رضاه. وهذا ما عليه الفتوى. وينبغي على الزوج أن يساعد زوجته على قضاء ما عليها من طاعات حتى ينال رضا الله تبارك وتعالى. هذا، والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.